Assalamu alaikum. Hello everybody. How are you? In today's video, I am going to show you how I mix pouring painting technique and Arabic calligraphy. Really, it's a great experience. So let us discover together this beautiful and very interesting moment. Thank you very much. السلام عليكم مرحبا بكم اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نبينوا واحد الطريقه فكرت فيها وقلت لما لا نجربها اللي هي بورين بانتين وغندخل عليها الخط العربي كما تعرفوا الجماليه ديال الخط العربي واختاريت انني ناخذ ايه قرانيه اللي هي الله نور السماوات والارض صدق الله العظيم و غنشارك معكم هذه التجربه هذه فعلا هي تجربه زوينه وان شاء الله ارتأيت انني نقوم يعني اعمال اخرى وان شاء الله يكونوا ابداعات اخرى لما لا اتمنى يعجبكم الفيديو وشكرا والسلام عليكم Donc, bismillah, ala barakatillah. Donc, on commence tout de suite. Aya, je me cache, il y a une zaza, le terrec. On va dire le plus sombre. Le tunisien, voilà. Voilà, comme ça. فوالا دونك كيما تلاحظوا دونك من بعد الرتوشات غادي نصاوبوهم دونك هي الاولى دابا باش ما يمشيش البلاد سميتو هنا مثلا كيما تلاحظوا وأخيرا
حصلنا على هاد اللوحة. يعني كيف ما تلاحظوا، يعني من بعد ما درنا شي روتوشات صحنا بعض يعني الأخطاء، ولا بد غادي تكون أخطاء، إنسان غير معصوم. وكنتمنى أنها نال الإعجاب ديالكم، وإن شاء الله هذه بادرة، هذه بداية لهذا النوع يعني ديال الفن. نحاول نمزج بين البورينغ والكاليغرافي، ونتمنى إن شاء الله يكونوا أفكار جديدة وأفكار يعني زوينة. والله ولي التوفيق.